نرجع مع حضراتكم والكابتن الكبير ياسر ريان. منورنا كابتن ياسر. وكنا بنتكلم على احمد، بنتكلم على الفتره اللي قضاها في الجونه، وكانت عامل مهم جدا انه يرجع النادي الاهلي، واتكلمنا عن الفروقات ما بينه وما بين روس الحربه في النادي الاهلي. عايزين نتكلم عن رؤيتك لمباراه، طبعا مباراه الاهلي وسنديب بطل النيجر في اول مشوار ان شاء الله للحصول على النجم العشر. بص يا كابتن هاني، انت عارف النادي الاهلي اي بطوله احنا بنلعبها بنعرف نفصل بين البطوله والبطوله. يعني احنا خدنا بطوله افريقيا، وخدنا كاس مصر، وخدنا صحيح. الدوري. لا قدر الله اي ماتش بنقعد ننسى اللي فات ده كله، وده خلاص جمهور النادي الاهلي، واحنا كنادي اهلي ولاعيبه النادي الاهلي احنا لا نعترف الا بالمركز الاول. ايوه، حتى في جميع الالعاب، حتى لما احنا بنروح اللعيبه قدامى بنروح نجامل حد ما بنعرفش. ده انت في الخماس عايز تكسب على طول، انا عارف. كل خلاص انت اتعودت على منظومه هي عايزه كده. مركز ثاني بالنسبه للنادي الاهلي مش عارف. فمباراه النيجر ده انا بعتبرها دي بدايه. طبعا سوء الملعب، وبرده كانت فرصه لبعض اللعيبه اللي تبقى طبعا موجوده بشكل كويس، ويبقوا ياخدوا ثقه في نفسهم، وحاجات كتير قوي يعني فيها فوائد لينا كلاعب نادي الاهلي. الحاجه الثانيه، تعرف بصراحه بشيد مجلس اداره النادي الاهلي، والله مش ولا رياء ولا حاجه، اللي انت توفر في سفاره زي دي طياره خاصه مع امكانيات طبعا لاحترام لفريق النيجر. طبعا انت عارف النادي الاهلي بيحترم اي خصم يلعبه عشان هو ليه هدف معين، وهي البدايه بتاعته اللي هو لا قدر الله كنا احنا ماتش النيجر ده احنا حصل اي نتيجه سلبيه بتدرب حساباتنا شويه، هتدخل على الدوري هتلاقي الموضوع بقى صعب، هتلاقي دخلت في قصص تانية احنا مش قدها. فالمباراه دي بعتبرها كانت يعني بدايه لبطوله جديده. احنا الحمد لله خلاص البطولات اللي قفلنا خلاص كلها خلاص اتقفل عليها، وجمهورنا ما بينسى. يعني جمهورنا بينسى اللي بعده، اللي يقول لك اللي بعده. تيجي تدخل كاس مصر يقول لك الا المباراه دي، تاخد الكاس يقول لك خلي بالك من الدوري، تاخد الدوري يقول لك خلي بالك الاسماعيلي الزمالك افريقيا. عشان كده انا ببقى اعذر لعيب النادي الاهلي اللي هو على طول مضغوط. صح، تلاحم مباريات ومواسم يعني الدنيا. بتقول لي ده واحمد لامس ده اوريدي، ولا انت كنت بتقوله من بدري من اول ما كان في قطاع الناشئين وبدا يطلع؟ هم عارفين. لا، النادي الناشئين برضه متربي على كده. طبعا انت اصلا من قطاع الناشئين وعارف النادي كنا الاهلي. انا كنت ماسك مواليد 2004 في النادي الاهلي. كان معاك مين يا ياسر من الولاد الصغيرين؟ معايا لا لسه ما زالوا لسه برضه مش كبار، بس فيهم لعيبه مميزه. في الوقت محمد اسامه ميدو، في لعيبه كتير موجوده في لعيبه ان شاء الله. يعني طبعًا ليهم طبعا مستقبل ان شاء الله. انا واخد مركز اول السنه اللي فاتت، كسب الاسماعيلي والزمالك. انا واخد مركز كنت اول. كنتوا لاعبين جمهوريه ساعتها؟ جمهوريه. انا معودهم برضو، ما انا مش قادر ولد صغير وحطه تحت ضغط. يعني خلي بالك دي صعبه جدا، يعني مش المفروض يا سوبي زي انت شايف في اوروبا وانت عشت في اوروبا. بتخلوا الامور طبيعيه والولد دي ما يتنشنش وما يشدش بس ده مهم برضه يا اسطى. انا بقول لك غصب عننا. انا نادي اهلي، انا غير قصدي مطلوب مني. انا مش قاصد يعني، على فكره انا بعمل الولاد حتى لو خسرنا او حاجه هم عارفين ان انا زعلان، وهم خلاص هم الغريزه جواهم اللي هو لازم يكسب الفوز والبطوله. والواد لو خسر كابتن ياسر، انتوا في التقسيم اصلا لما كنتوا بتعملوها ايامكم، يعني كان في بعض اللعيبه بتزعل. حسام ابراهيم انا عارفه انه كان بيزعل لما بتقسموا بتخسروا وانت بتبقى في التقسيم. انا عايزاك تحكي لي المواقف دي. حسام ابراهيم احنا ما بنحبش نلعب معاهم في التقسيمه. ايوه، عشان احنا في التقسيم احنا عايزين نطلع نشطف وناخد نمشي ويخسروا نرابع. مديرين فنيين بقى وكده ويتخانقوا كانوا بكل ما تتخيلي. وكابتن هاني برضه عصر عاشر معاهم في المنتخب. احكي لي قبل ما نتكلم عن سنديب او نرجع لها تاني، اتكلمني يعني على الحكايات دي يعني ومحمود ابو الذهب كل ده. احنا لما بنيجي نعمل تقسيمه بيبقى لك ربع ساعه بتعملها فن كده، اللعيبه وبعض لعيب من هنا ولعيب هنا بيختار ويختار فرقتين. طيب اغلبيه اللعيبه مش عايزه تلعب مع حسام ابراهيم اصلا. والله ليه؟ احنا حتى لو ما احنا مشدودين في الماتشات هنيجي كمان في التقسيمه هنبقى مشدودين، هتبقى الامور صعبه علينا. كانوا بيتخانقوا معاكوا يعني معاك انت فاكر انت يعني انت خسرت في التقسيمه هتروحي كده؟ يعني مع حسام هتروحي ايه اللي يحصل بقى؟ كان ايه اللي بيحصل؟ اولا ايه يحملك انت يقول لك انت ما كنتش بتدوس معاه قوي، انت شكلك ما بتحبنيش، انت مش عايزنا نكسب ليه؟ خد بقى ايه طول ما انت تأنيب بقى تأنيب طول ما انت موجوده معاه لغايه ما احنا نشطف وناخد ونلبس ونمشي خلاص. فهي دي ميزه، هي روح حلوه، هي روح حلوه. هو مش هو ده حاجه كويسه كله متربى عليها، وخاصه كمان خلي بالك اللاعب اللي بيجي من بره النادي الاهلي ويدخل النادي الاهلي في اول فتره كده ما هوش متأقلم. انا في نادي المنصوره مثلا متعود اكسب ماتش اخسر ماتش اتعادل ماتش اقعد في الدوري،
نزلنا درجه ثانيه حاجات طبيعيه، لكن مع النادي الاهلي ما ينفعش غير الموضوع صعب. انت احنا بنبقى عايزين نخلص الدوري قبل ما ينتهي مثلا بخمس ثمان شهور عشان الضغط اللي عليا يشال شويه. اولا كمان لاعبي النادي الاهلي الفتره اللي بياخدها بين الموسم والموسم تلاقي اسبوع 10 ايام عشان مرتبط بالمنتخبات كمان. مرتبط بمنتخبات ومرتبط ببطوله ممكن افريقيه تبقى داخله في الوقت ده حاجات كتير، فالامور بتبقى بالنسبه لنا والاجيال دي مع بعض لغايه دلوقتي الامور برضو هتلاقيه برضو اللاعيبه بتبقى مشدوده. ما يجي يقول لك ايه لاعبي النادي الاهلي احسن كانوا في مشاده بينهم من بعض، هم على فكره هو هدفهم واحد اللي هو المكسب، هو مش بيتخانقوا او بيشدوا مع بعض عشان بيتمنظروا، لا هدف لعيبه النادي الاهلي بيبقى مختلف عن بعض عن الانديه الاخرى الانديه طبعا. انه بيبقى في تركيز، بيبقى في قلب على الفرقه مجدود. بيبقى في يعني في زي متحرحر يعني وكمان في زي نقطة اللي حصل مع الصليه وشريف. في نقطه مهمه يعني ترجمه للي انتم بتقولوه ان كل واحد في النادي الاهلي حريص انه عايز يبقى موجود وموجود في ال11 وانت عشان تكون موجود في الستارتنج تيم انت عندك نجوم كتيره وبتحارب فبتيجي التنشن دوت الايجابي ان كل واحد عايز يثبت نفسه عايز حد وكل واحد عايز يبقى موجود يعني. هو دي ميزه الكابتن هاني، هي ميزه النادي الاهلي هو ده اللي انت بتلعب برضه هتلاقي مجلس الاداره بيساعدك، الجهاز الفني والاداري بيساعدك، العمال نفسها بتساعدك، المنظومه لازم تنجح. عشان كده انا لما طلعت ما مشيت من النادي الاهلي ورحت تجربه بسيطه رحت قطر شهرين ثلاثه ما قدرتش، رجعت تاني رحت انبي اللي انا عايز اتاقلم على الجو اللي انا انت عارف النادي الاهلي بروفيشنال احتراف موضوع مختلف اللي انت تطلع من مكان اللي طبعا مش بالاحترام الانديه وحاجه جميله ونادي انبي الوقت اعتقد الامور اتغيرت تماما بس رحت تعبت اللي انت طالع من منظومه لمنظومه تانية مختلفه كنت جاي المانيا كمان وكنت يعني برضه في ناس ما تعرفش ان ياسر كان كمان جاي كذا زلاوتن متعرض عليه يجي في المانيا في فتره من الفترات اعتقد 88 98 لما احنا جينا النادي الاهلي كنت بين اللي انا ابقى موجود مع النادي الاهلي وموجود برضه اخترت النادي الاهلي قد ما هي كانت ممكن فرصه للاحتراف وسافرت قعدت في نادي اراو في سويسرا قعدت اسبوع تعيش في معايشه هناك ما قدرتش برضه اتاقلم على الجو قعدت قد ايه يا كابتن؟ في معايشه حوالي اسبوع 10 ايام ورجعت بس ما قدرتش رجعت تاني على النادي الاهلي فالامور كانت بالنسبه لي مختلفه عن الوقت لاعب الوقت بيبقى النادي الاهلي مطموح بالنسبه له بس يقول لك انا لو جالي حاجه بره او سفر بره واحتراف بره برده خطه كويسه وده اللي بنبقى نتمناه اي لاعب مع النادي الاهلي ويطلع من النادي الاهلي يحترف بره بتبقى النادي ما بيوقفش يعني قدام حد بصراحه لا 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 والنادي الاهلي خلي بالك ما بيوقفش على حد كمان يعني صحيح. يعني لو هو اي لاعب مين يعني يقول لك الاهلي من حضر ما ده حقيقه يقول لك لا الاهلي احسن في ناس بتبقى عايزه النادي الاهلي يعوض عادي المعارضه او حد مش طبيعي ليك منافسين.